بركة سيد ابراهيم. كان في واحد قبلي اسمه الحاج اسحاق الاصراوي الكميمي، قبل انا لي 50 سنة، هو قبلي له 100 سنة 120 سنة زمان الاطراف. كانت مرته ما بتعرفش تطبخ، راح جاب رطل لحمة حطه بالطنجرة وحطه في الفرن العربي وحط عليه الرزاق، طلعوا قدرة، صار هذا يعمل قدرة هذا يعمل قدرة، امتدت من الخليل لبيت لحم للقدس لعمان لرام الله، بس بالخليل هي القدرة، بس هي القدرة الوحيدة، القدرة الوحيدة. كيف كعك القدس بتميز؟ لو سوى واحد كعك القدس بيطلعش زي كعك القدس. ليه يعني؟ الخليلية هون بيذبحوا لحم خرفان، لحم ضاني، القدرة بتكون هي لحم خروف، مش لحم لا عجل ولا لحم كبير ولا شيء. القدرة المرأة تبعت القدرة بحط عليها الرز تطلع مفلفلة، والسمنة البلدية لا